نرمي بالنا على القمر اللي هناك ده دلوقتي حالا. مساء الخير مساء الزفت. يا فندم، في حاجة؟ بقول لك مساء الخير. وانا قلت لحضرتك مساء الزفت. استغفر الله العظيم يا رب. هو حاجة تعبانة أو حاجة؟ تعبانة منكو. حتى الشغلانة اللي الواحد بيجيب منها أهم فلوس مضطر يسترزق فيها من رجالة. حضرتك من النوع اللي هو الفيمينست؟ لا منهم ولا عليهم والله. أنا واحدة عايزين يجوزوها غصب عنها، وده شيء أنت عمرك ما هتحس بيه كدكر. يا فندم أنا مالي، أنا الكسبون جاي أركب مع حضرتك. بقولك مساء الخير واللي يمسى النور وخلاص. بلا زبون بلا بتنجان، انا خلاص زهقت وقرفت وتعبت وصدعت. حسبي الله ونعم الوكيل في الرجاله. حسبي الله ونعم الوكيل. حضرتك تعبانه؟ يعني سيبك ان انت تعبانه اصلا. يعني ايه تعبانه؟ تعبانه. لا انا تمام. ما تقربيش مني بس بعد اذنك. قرب منك بتاع ان شاء الله. ما تقربيش مني. ايه يا جنتل؟ ايه يا جنتل؟ ايدك ايدك ايدك. الو يا نعم. حرام عليك اللي عملتيه ده. حرام عليا يا اخي، حرمت عليكوا وعشتكوا. تسيبينا وتمشي؟ تخلي جوز امك يدغدغني؟ يا اخي جوزته عقربه. جواز انا مش هتجوز، علشان تبقي فاهمه بس. ياما انا مش هتجوز. انا بعرفك بس. مالكش انت دعوه. مالكش انت دعوه، دي مشاكل عائليه. مالكش دعوه. اهدي 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 يا استاذه. يا استاذه فاطمه اهدي. يا استاذه فاطمه اهدي. انا مش هتجوز. اهدي اهدي. استنى بتكلم مع عمي. عشان خاطر اهدي، معلش اهدي عشان الطريق. اخش في العربيه لو خلاص خلاص خلاص. اهدي 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 اهدي. يعني انت مش خايفه؟ صلي على النبي. صلي على النبي. صلي على النبي. اهدي بس. بتقولي ياما؟ احنا على الطريق بالراحه. مش خايفه منه يعني؟ طب انا هديك. اخاف منه؟ انا في كنف كنف كنف. انا في كنف راجل. شايفه جوزي متضايق ازاي؟ عشان سمعك بتتكلمي ان انا هتجوز واحد تاني. خلاص خلاص. اقفلي اقفلي خلاص. فيهاش الطريق بس اقفلي. الو يا فاطمه. ايه يا جوز امي؟ يعني حد يقول له يا جوز امي كده؟ انا مش انا قلت كده بقى فيه. انت مجنونه ولا ايه؟ خلاص اقفلي، احنا على الطريق. اقفلي. سي ابويا؟ اوعى تجيب سيره ابويا. تجيب سيره ابويا ابهدل الدنيا. ومش هتجوز ابن اختك يا حبيبي. مش هسيب لك ورث يا عينيا. انا بفهمك زي ابوكي. خلاص معلش. بس عشان ما اخش العربيه. خلاص معلش كده. بقولك اهدي اهدي عشان خاطر. معلش معلش. اسكت انت. جوز امي انا حره معاه. طب خلاص بالراحه. طب طول بعرض يعني. انا مش هتجوزه. طور بياكل برسيم. انا مش هتجوزه. وديني بعرفك انا خلاص في عصمه راجل. انا اتجوزت من وراكو. انا خلاص اتجوزت. حلو عني ماشي. واقول لك على حاجه، كنت هسمعه صوت القطر قفل قبل ما يسمعه. طب الحمد لله. قطر ايه معلش؟ اللي هو توت توت. لما تقفل السكه في وش حد كده. يا استاذه فاطمه، انا لسه عارف اسمك على الابلكيشن. بعد اذن حضرتك ايه؟ انا خلاص. لا ايه دي ما طلعتيش. انا خلاص ما طلعتيش خلاص. انا خلاص والله حضرتك. لا 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 معلش خلاص. والله العظيم ده عرفت. انا عرفت وتعبت. انا تعبت اقسم بالله من حياتي. والله العظيم ده مشوار. انت مش قادر تفهم. ده مشوار ما يعلم بيه الا ربنا. انا عارف. نفسي إيه نفسي ما طلعتيش. طب معلش ربنا يبعت لي حد يساعدني. انا معاك. عايزه ايه؟ طب بالراحه. طب بالراحه. اهدي بس ما طلعتيش. بس اهدي اهدي اهدي. هتساعدني اقسم بالله؟ لا ما اقسمتش والله. اهدي بس اهدي بس. لا لا انا حاسه. لا 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 اهدي بس. قولي عايزه ايه؟ بس انا هقول لك على حاجه. انا كده كنت قعدت افكر اعمل ايه. ايوه ما انا برضو ايه. بالراحه بس بالراحه. ما انا سهله. يا سهله. اهرب واسيب البيت. دوسه الزفت دي. انا هفهمك. ايه دي اصلها سهله. سهله اهرب واسيب البيت. انما انا قعدت بس ما تقربيش. طب ما تقربيش. قعدت افكر فكنت لقيت ما تقربيش. طب خلاص. انا حسيت ان في حد لازم يقف. ايه؟ يقف معايا. تمام. ايوه تمام. انا جهزت الفكره. ايوه وجاهزه عليها. حلو. انا جاهزه عليها. ايه هي الفكره بقى؟ ايوه دي ورقه. ايوه ايه الورقه دي؟ نبصم نتصور صوره نبعت لها. الله جوزي حلالي بلالي حبيب قلبي. الله مين جوزك بقى حبيبي ده؟ انت. انا ما اعرفش اقرا ولا اكتب. ابصم. ايه؟ ولا بعرف ابصم. استنى وضعيه. لا لا والله مش بعرف. مين اللي هيقسم عليا دي؟ ايه البصمه دي اصلا؟ انا هفهمك بقى على حاجه. ايه البصمه دي اصلا؟ هفهمك. يعني ايه بصمه اصلا؟ انت فاكر ده مأذون؟ ده عرفي. عرفي. لا عرفي والله. ما بعرفش. ما انت هتخلي الورقه معاك ولا ابصم؟ هنقطعها. وبعدين؟ ما تعرفيش بس بعدين. انا يتيمه. هياخدوا ورثي. الله يكون في عونك. لو اتجوزت ابن اخته. ايوه. هيسفوني. هياكلوني. قلبي كبير ان شاء الله. سامحيه معلش. بلا قلب كبير بلا بتنجان ازرق. سامحيه معلش. انا كسيبه اهو. بتشتغلي وانت كسيبه اهو. واكلين عرقي. مش مشكله عادي. مش ربنا بيعوض والله. بأجرة. والله ربنا بيعوض وبيرزق وبيرزق. انا هفهمك. ما تقربيش بس. انت بس هفهمك. أيوه. انت هتمضي. ايوه. انت هتمضي. ما تقربيش بس والنبي. هتمضي. عشان خاطر بس ما تقربيش. يا استاذه فاطمه انت قافله الباب كمان. يا استاذه فاطمه. لخص عشان انا متراقبه. سيد برسيم ومراقبني. ولو لقينا احنا الاثنين زعلنا احنا الاثنين. ما تقربيش بس. وانا ما بعرفش. انا بس مش عايزه منك غير ان انت تبصم. هسألك سؤال. انت صباعك هيوجعك في ايه لما تبصم لي؟ انا بس عايزه افهم. ايه ده؟ هو البصمه بالصباع بعمل كده؟ انت بتفكر ايه؟ ما بعرفش. ما
اصل انا صاحب كشك ما بعرفش اقرا ولا اكتب. وانا مين هيساعدني؟ ما اعرفش. ربنا موجود. ربنا موجود يا حبيبي. ربنا موجود. والنبي عشان خاطرك. والنبي عشان خاطرك. الهي يسترك. عشان خاطرك. الهي يبارك لك. خدي بالك. ربنا يخليك. ربنا يسعدك. طب اقول لك على حاجه حلوه. يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ هانم. هانم. فين وراكي؟ بس انت فين وراكي؟ ايدك انا في كنف راجل. ايه مش هجيبك ولا ايه؟ انا في راجل. راجل ايه ده؟ الكلام مش معاك دلوقتي. سيد الرجاله. سيد الرجاله. انا هعملك كفته دلوقتي. ايه ده انت؟ ما يغركش. ايه ده؟ ده لما حد بيهوه في وشك ايه ده؟ بيقلب قطه. ده انا هعملك. ايه ده؟ بقول لك انت الكلام مش معاك دلوقتي. مش معايا. ده انا هقتلك دلوقتي. ايه ده يا عم؟ الكلام مش معاك دلوقتي. الكلام مش معاك. ايه ده؟ ده انا بص. ايه ده؟ انا بس انت هتضربني. انا بنتي لمنا. ايه ده يا عم؟ انا بتكلم على هتبقى مراتي. مش معاك. ده انا هقتلك. ايه ده انت؟ الكلام مش معاك بقول لك. ايه ده؟ طب يا عم. ايه ده انت؟ ايه ده؟ مش راجلي. اديله في وشك. ده انا هقتلك. ده انا هبص. يا ابني يا ابني. ايه ده انت بس على جنب. مش مش وراك. دورك ما جاش. دورك ما جاش. تعال هنا. راح فين يا عم؟ اهدى بقى. اهدى. اهدى بس انت. ده انت اقسم بالله. انت دورك ما جاش. ده انا هنزلك وهضربك. بص راجل انزل لي. تعال انزل لك اهو. تعال راجل انزل. هفهمك. تعال هفهمك. 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 رجل الولا. رجل الولا. مقلب 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 مقلب. رجل الولا. رجل الولا. رجل الولا مقلب والله. رجل ورجل. ايه ده يا عم؟ يا جماعه ما تحصوش الهزار ده. عنيف يا استاذ احمد. عنيف. حضرتك عنيف. حضرتك عنيف. يا عم انت فلاش يا جماعه. مش كده الهزار ده يا جماعه. ايه ده بتهزر معايا؟ امال انا كنت مريض بقى يا استاذ احمد. يا استاذه فاطمه مش هينفع كده. ايه ده؟ استاذ احمد خليك فريش. احنا بنهزر. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. بص بص ابتسم. ابتسم كده. معلش انا اسف. سامحني. كسرت الولا الحيله يعني. رجلي ها. معلش انا اسف. سامحني والله. وانتوا طيب. كل سنه وانتوا طيبين. كل سنه وانتوا طيبين. هنزيع ولا زعلان ولا ايه؟ طب امضي طبوه كده. نزيع. تمام تمام يعني. خلاص نزيع مفيش مشكله. صباح الخير. صباح الزفت. نعم يا فندم. صباح الزفت. يعني اقول لحضرتك صباح الخير تقولي صباح الزفت؟ ما انت عمرك ما هتحس باللي انا فيه عشان اقول صباح الزفت. ما انت راجل. لا حد هيكتفك. ما فيش ربايه كده. ما فيش فيديو. انت راجل. لا حد هيجوزك غصب عنك ولا حد هيقرفك في حياتك. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل في الرجاله. ايه ده؟ بدي سلوخات دي ولا ايه؟ مالك فيها على الصبح؟ الله مش عارف. نهارك ابيض على الصبح. انا كفايه اللي انا فيه. انا كفايه اللي انا فيه في عيشتي. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني لو فيها ممكن نحكيه بطريقه اشيك من كده. لكن مش صباح. يا رب اصحى الصبح الاقي الرجاله انقرضت. حسبي الله ونعم الوكيل. فيك وفي امي في نفس اللحظه. ان شاء الله مش هتصحى. ان شاء الله يعني مش يعني مش هيطلع عليك النهارده. سوا سوا ان شاء الله. سوا بس المهم تبقى انت موجوده. عارف يعني ايه سوا؟ الله سعانا على الصبح. عايزه ايه يا حاجه؟ اكلي بنتي يا فاطمه. عايزه ايه؟ عواشيده. يرضيكي ان انت عواشيده. مش هتجوزه. انا مش هتجوزه عشان بس تبقي فاهمه. وحياه امي ياما ما هتجوزهولك. انا مش هتجوز حد. يا بنت حرام عليكي. ده كسرلي عظمي. ده مفيش حته في جسمي سليمه. حرمت عليكي وعليا وعلى جوزك. عشتنا كلنا. اخش فلوري عشان تهبطه؟ يا بنت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. لو ما اتجوزتيش الواد ده مش هربي غلطانين عليكي. اغضبي. اغضبي في 60 داهيه. اغضبوا كلكم. اغضبوا. انا مش هتجوز. انا تور بياكل برسيم. انا خلاص زهقت. مش هتجوز. انت ما تطلعيش كلام قدامك يا بنت. ده نسمه. ده راجل زي السكر. نسمه ايه؟ ده كسر لك. ده كسر لك دراعك اول امبارح يا وليه. نسمه يا بنت مش مشكله. نسمه دي تبقى بنت اختك. قال لك نسمه يا حاجه. ما تجوزهاش يا حاجه عشان انا قرفانه على الصبح. دخل بينا ليه؟ دي مشاكل عائليه. انت مالك؟ ايه اتفضلي 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 اتفضلي. انا هديلك ليه؟ وهو اللي هيتصرف معاكي. خدي اهو. يا فاطمه. ايه يا جوز امي؟ ايه ماله سيد يا فاطمه؟ سيد باكل برسيم يا جوز امي. ده كله بروتينات. امك ما فيهاش عظمه سليمه يا فاطمه. انا لو اشوفك ده انا زي ابوك. زي ابويا؟ انت زي ابويا انا؟ تقارن نفسك بالمرحوم الله يرحمه الحاج ابويا؟ ما تنطقش معايا. وجوازه انا مش متجوزه يا اخي. جيزك عقربها انت وامي. ها؟ اجي في وقت تاني. طب ممكن انزل واجي في وقت تاني؟ اوريك يا فاطمه. وريني. انا بقى عايزاك توريني. انا خلاص يا حبيبي اتصرفت. انا في كنف ذكر. انا في كنف ذكر. انا في كنف راجل. واقول لك
انا كنت اسمعك صوت القطر بس انت قفلت الاول. ماشي يا جوز امي. هو كسب. معلش اهدي بس. طب ايه المشكله؟ طب يعني لو في مشكله حابه نتكلم. انا خلاص انا خلاص اتخنقت، اقسم بالله اتخنقت، ومفيش حد عايز يقف جنبي في الليله السوداء اللي انا فيها دي. صلي على النبي، انا على طريق. صلي على النبي. اعمل ايه؟ طب اعمل حادثه؟ لا ملهاش لازمه. يعني ممكن وقت تاني، وقت تاني والنبي. الموضوع الذ وجع. والنبي يا رب، والنبي يا رب ابعت لي مدد، والنبي يا رب معونه. طب ما تتجوزيش سيد، يعني انت ليه قرفانه على الصبح؟ ما موتراني ليه؟ ما تتجوزيش سيد، يعني ايه المشكله في انك تتجوزي سيد؟ حد راضي يساعدني؟ ولا البلد بقى فيها رجاله بتساعد حد دلوقتي؟ يا رب يا رب. الشباب كام يعني اليومين دول كده بيروح على دهب؟ روح اجيب على دهب كام؟ دهب ده. ما تساعدني. حاضر. بجد؟ على الحين والله الحين يا خيال. نطلع على سوبر جيت ونطلع. انا انا هقول لك على حاجه. قولي لي على حاجتين. هي امضى صوره. شكرا. صوره ايه؟ انا مجهزه، فكرت في الفكره دي بس قلقت. صوره ايه بس؟ عقد عرفي. مع سيد ولا مع مين؟ انت يا باشا. انا؟ أوه. لا والله لسه خاطر من امبارح. ما ما حدش هيعرف. ما انا هقطعها. لا معلش انا هقطعها. خلي وقت تاني، خلي وقت تاني. وحيات امك، الهي يبارك لك ربنا. انا عايز انزل. والنبي انا عايز انزل والله العظيم ثلاثه. والله هفهمك. والله انا عايز انزل. بص انا خلاص خنقت، مش عارفه اعمل ايه. هم إيه؟ مش عايزه اتجوزه. ما والنبي والنبي ربنا يخليك. انا ممكن انا عايز تسكيت سوبر جيت على ما انا سابي. مش هينفع اهرب. انا عايزه ورثي. والنبي ربنا يخليك. مش مشكلة ولا والنبي والنبي في جرسين في الموضوع. انا هفهمك. انا هفهمك. انا هقول لك انا هعمل ايه. بس انا لازم انا بس انا فهمت. انا فهمت. هادي بالله هنرتاح. انا فهمت. بص انا فهمت. الموضوع مش هياخد وقت. انت عبيطة على الصبح ولا ايه؟ طبعا عشان انا ابقى فاهم. انا بس هصورها. انا صباعي مدوح. حسبك يا بابا. يا بابا يا نعم. ايه العبط اللي على الصبح ده؟ وحياة امك والنبي انا مزنوقه فيك. مزنوقه فيك؟ انا مال انا والله مزنوقه فيك. والله العظيم مستقبلي على المحك. والنبي معاكة ايه؟ الهي يسترك، الهي يبارك لك، الهي ما يرقد لك جدا. والنبي انا مش مهما تعملي هيجوزوني الجاموسه ده. والنبي اهربي. طيب اهرب. انا مالي؟ عايزه وعسي، عايزه فلوس يا ستي. فلوس على اللي برسيم عشان خاطري. انا مش حاجه عشان خاطري. هي بص اوعى بس بص بقى. تك 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 ايه؟ اوعى. والنبي والنبي هي يا بابا بس انت هي بص ما هتخسرك ايه؟ ما خلي بالك. كينا كومب هيصلح الموقف كله. والله كينا كومب او جلسات كهرباء. والله حاولت يا دي جلسات كهرباء. والله انا حاولت ما جاش سكه الموضوع. بص بص انا يا بابا اوعى ايدي. هفهمك حاجه هفهمك حاجة. والنبي والنبي هعيط لك. والنبي طب انزل انا. والنبي والنبي ربنا يخليك. والنبي الهي تنستر. والنبي والنبي انا عارف والنبي. انا عارف انت بقى مش انا قاعد لوحدي. انا قاعد لوحدي. والنبي والنبي يا اشرف. نعم. بص بقى قطعها وخلي الورقة معاك. ماشي بقى. بعد ما انا ابصم وبتاعه وبالبهيم اللي بياكل برسيم ده انا اعمل ايه؟ وانت مالك ومال وانت مالك ومال. طب انا عندي ليه؟ عشان اصور لهم ان احنا خلاص متجوزين. بص اهي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الف مبروك. ألف إيه؟ ماشي حلو كده. ألف مبروك. هنتصور بيها. طيب نتصور. نتصور في إيه؟ يلا نتصور. نتصور في إيه وإحنا رايحين؟ يلا 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 نتصور. يا بابا بس امسكي العقل. يلا ولا يلا نتصور. امسكي العقل. لا لا أنت لا اتصور معايا حلو. بعتها لها بقى على الواتساب. مشوار أكبر. مشوار أكبر. أنت خدته ماشي ولا جري؟ أنا اتجوزت. يا لهوي. يا يوم خرا. فكر نفسك تهربي مني ولا إيه؟ فكر نفسك تهربي مني؟ اقطم يا اقطم. انا في كده. انت في سابع عرض هجيبك. انا في حمايه. ايه ده انت دلوقتي؟ انت مين؟ ايه ده؟ جوزك؟ جوزك مين؟ اهو ده راجل يعني ولا ايه ده؟ وريني يا عم. وريني كشتي مين؟ راجل. انزل يا راجل وريني نفسك. وريله. ولا ولا انزل وريني. ولا 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 ست. انا هوريك سيد. انزل يلا بلف. انا في كنف راجل يا سيد. وريني نفسك. مالك فيه بقى؟ مالي؟ انا هوريك ازاي تحطيه في الموقف ده. انزل بقى. ماشي تعال انزل. انزل تعالى كده. انزل. انا هنزل لك. اهدى يا عم. انزل لي. اهدى بس. انزل لي. اهدى. اهدى ايه ده انت؟ انا عايزك. اهدى بس. انا عايزك تنزل. انا هنزل لك. اهدى يا عم. انزل. مش عامل طول راجل ومش راجل. انا هنزل لك. ماشي انا هنزل. مش عارف انت عايز ايه. ما انت قاعد جوه. انزل تعالى. بس 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 الراجل بتاع هنا 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 بنهزر بنهزر بنهزر. كريزي وومن. بس كريزي وومن ايه؟ خرشنتنا يا عم. يا عم خرشنتنا يا عم. يا عم خرشنتنا يا عم. بس 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 هنا بس هنا بص هنا بس. وابتسم لنا سيكا. بهدلت الراجل على الفاضي. احنا في كريزي وومن. اضحك اضحك. كل سنه وانتم طيبين. وقول كل سنه وانتم طيبين يا عم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين.
وهنزيع. هنزيع بس كده. تصالح مع سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزفت ده حاجة استغفر الله العظيم يا رب. استهدي بالله بس، في حاجة ولا ايه؟ لا اله الا الله. معلش لو بتدخل يعني في قصص يوم دي. ما تتدخل، ما انت عملت كل حاجة في حياتنا، ما تتدخلوش كمان. لا ده انتوا تتدخلوا وتخرجوا وتعملوا كل حاجة. عملنا ايه بس يا ستي انس؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما انت مش ست، ما انت مش فاهم يعني ايه جوزوك غصب عنك يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل في الرجالة، حسبي الله ونعم الوكيل 100 مرة. بس ايه بس، مين اللي اتجوزها غصب؟ انت متجوزة؟ نعم. يا دكتور يا فاطمه يرضيك اللي تعملي عملتيه ده. يرضيني الهي يكسحك يا اما، يا رب يكسر لك رجليك الاثنين جنب كسر دراعك اللي لسه كسرها لك يا شيخه. حسبي الله ونعم. امك يا ست، انت بتتدخل في حياتنا ليه؟ امك تبعك حسبي الله دخل في حياتنا تفني سكه في وش امي الست المحترمه. المحترمه اللي بتقوليها تكسحي لك. انت مالك انت؟ انا كسحها؟ انت ما تكسحهاش. انا ده حرام يقرا اللي يقول امين بره عندك ما يخصكش. انا بفهمك يا ست، اعمل اللي انت عايزاه. يا ساتر. انا اسفه يا ماما على الزبون قليل الادب ده. لا تتحرق انت وامك في يوم واحد. اه جوز امي ده، انا جوز امك يا فاطمه بتنزلي في سكه في وش امك. يا اخي جازتك عقربه انت وامي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جوز امي. انا مش هتجوز، انا بعرفك، انا بعرفك بس. وورثي مش هسيبه، ورثي مش هسيبه يا حبيب قلبي. انا بس بعرفك انا جواز مش هتجوز. قريبك النطع الزباله اللي بياكل برسيم ده تخليهولك تتجوزه انت يا جوز امي. والله العظيم ماشي، بس انا خلاص بقيت فيك انا في راجل يا حبيب. قفل في وش السكه. بص ممكن بس نركز في طريقنا ونتكلم. في وش السكه نركز بس في طريقنا. هات التليفون. احنا المفروض بتحترم بعض. هات التليفون. ما واضح قوي انك بتحترم بعض. شفت الاحترام؟ واضح قوي اللي ده الاحترام. انت هتصاحبني؟ سيب بس التليفون بس كده. هنتكلم هنتكلم. اوعى ايدك اوعى ايدك. لا خفت بس يعني بالراحه. ما انت لازم تخاف. انا خايف بس. عشان انا ما حدش يقدر عليا، ما حدش يجوزني غصب عني. ايدك كلها. قول 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 قول. جوزك يزعل برضه ولا جوز امك؟ ايه اللي حصل بس؟ ايه اللي حصل؟ انا مش عايز اتجوز غصب عني. انا اسفه، انا قللت الادب، انا قللت الادب عليك. لا مفيش حاجه والله، مفيش حاجه، مفيش حاجه. والنبي بس انا عايزه حد يساعدني، انا عايزه حد يحل حياتي. انت متجوزه ولا مش متجوزه؟ هم عايزين يجوزوني. جوز امي عايز يجوزني ابن اخته علشان ياخد ورثي. ما كفاهوش ان هو اتجوز امي، ما كفاهوش، مش مكفيه. ساعدني. اساعدك ازاي؟ انا معاك يعني. كم يوم كده طلقت في دماغي فكره وجهزتها وانا نازله الصبح كده، حسيت ان ربنا هيبعت لي ابن الحلال اللي يساعدني وينفذ لي الفكره لوجه الله. قولي لي بس يا رب اقدر اساعدك. ولو عايز فلوس انا صدق ده برضه. لا ما غير ممكن فلوس. ما اخدش منه فلوس توصيله كده ولا كده يعني. من غير فلوس؟ حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. انا عرفت انا مسيك. بص كده هي ورقه تبصم صورة ونقطعها. ايه ده؟ هي 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 ايه؟ خليها معاك وبقطعها. ده عقد جواز. ما انا عارفه ست. انت بقطعها وبقطعها ست. بس استهدي بالله، عقد جواز ايه؟ بقطعها يا حبيبتي. مش هينفع. افهمك انا، فهمك انا والله العظيم. انا فاهم. انا متجوز اربعه، مفيش مكان. ما ماشي ده عرفي. عرفي واحنا كنا مأذون. في طرش النسوان في البيت. مش هينفع. لا 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 مش هيصدق. ده عرفي عرفي والله يا ست. عرفي ايه وبتاع ايه؟ الهي ربنا يبارك لك، الهي يبارك لك في نسوانك الاربعه. الهي يا رب بص يعني يطعمك ما يحرمك. ربنا يخلي. انا هتقف جنب ولي. انا ابويا ميت، انا يتيم. افهمك. لا اله الا الله. هتقف جنب واحده يتيمه. ربنا يرحمه. يرضيك ياكلوا ورثي؟ لا لا ما يرضيك. ياكلوني؟ ما يرضينيش. يرضيك والنبي. يلا عشان مش نختصر. خلي الورقه معاك، خلي الورقه معاك وبقطعها. انا بس هصورها لك. بص اهي تيك تك. الله جميله الصوره الجميله. بس كده اهو. هاتي بس الورقه دي. هاتي بس الورقه. استنى بس هات كده. هات بس ايدك كده. البصمه دي تصور مع البصمه يا ستي. صور. هي دي هتخرجك بقى. اضحك اهو. لا اله الا الله. هاتها كده. قال لك هيراقبك يا فاط. ما يا فوادي. ايه ده؟ فكره نفسك ايه؟
مش هلاقيكي؟ في يا حبيبي شوفي الثاني؟ حبيبي اهدى ايه يا عم اهدى انت مين انت؟ اهدى اهدى انت على جنب دلوقتي اهدى اهدى راجل فين الراجل ده؟ انا الراجل يا عم راجل مين انت؟ وريله راجل مين؟ وريله عين مين يا عم؟ عايزك توريله بيت ايه خلاص؟ انزل لي بس وعرفك انا هجي لك دلوقتي طفلك يعني انا هنزل لك دلوقتي خد افهمك بس خلاص 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 بس 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 ايه ده هات بس عقد الجواز ده الله يبارك لك بس بس هنا 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 كل سنه طيب قول لهم كل سنه هم طيبين برضه يلا قول لهم كل سنه هم طيبين موافق نزيع زيا الحمد لله حامل ربنا يستر بقى كده وتكون حاجه كويسه وان شاء الله ان شاء الله يبقى يوم لطيف ويجعل ايديهم حنينة على شعري وحاجات كده عشان قلقانه والله وربنا يسترها ونشوف بقى ايه هناخد مين سكر ولا سكره صباح الخير صباح الخير هبدأ بس الرحلة تمام تفضلي انت كويسة؟ لا خالص ليه كده بس ربنا يقول بالسلامة ان شاء الله شهري يلا معلش تقوم بالسلامة ان شاء الله والنبي تدعي لي ربنا يبارك لك يا رب يا ربنا يقول بالسلامة ادعي لي تبقى كويس احسن خلاص على اخري على اخر ليه بس استهدي بالله بس كده خدي نفسك كده وان شاء الله الدنيا تبقى كويسه ما انا مش حتى عارفه اخد نفسي طبي عليا على ما اروح معلش معلش حاجه واحده واحده الحمد لله شفتي لنا ازاي كنت تعبانه كده وشكلك على وش ولاده يعني تعبان الحياه انت شايف الله يعينك معلش الدنيا عبتني ازاي معلش ادعي لي بالنبي ربنا معاك ان شاء الله ويصلحلك يا رب ربنا يخليك بالسلامة كده وتبقي كويسة الله يكرم اصلا انت اهدي بس كده وخد نفسك واحدة واحدة انا وانا 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 طب انت اهدي 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 طب اهدي 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 طيب اهدي انت كويسة انت كويسة طب نطلع على المستشفى نطلع على المستشفى طيب نطلع على المستشفى نطلع على المستشفى اهدي طب اهدي 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 ماشي واحدة 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 عشان الطريق اهدي طيب اهدي اهدي بدل ما انت تعبانه ما كنتش نزلتي اهدي شويه كده واحده واحده انا كويسه بقيت كويسه بقيت كويسه يعني ربنا يهديك هي بس تقلصات بتروح وتيجي تقلصات يعني مش اكتر ولا اقل انت بتفكر ايه طب لا مش مفكر حاجه انا بس بفهم منك يعني اهم حاجه بس انت تبقي كويسه يعني انت رغاي قوي انا برضه ماشي خلي ركزي في الطبيب عشان نوصل بالسلامة يعني وانت كمان توصلي بالسلامة انا خلق ايديا والنون ما بتحبش رجلي ماشي ماشي ربنا يومالك بالسلامة اه تبقى كويسة ايه دي طيب طب نطلع نيكي نطلع ايه دي طب اهدي طب اهدي طب اهدي طب اهدي طيب اهدي اهدي واحدة واحدة انت بتمسك ايدي اهدي طب اهدي طب اهدي خليك في الطريق معلش معلش طب نيكي انت رايح المستشفى وديك المستشفى وانا عشان حامل يعني مش ازيك انا كلمتك انا كلمتك انت مسكت ايدي دلوقتي ماشي طب اتفضلي لا مسكت ايدي ما مسكتش ايدك طب اهدي طيب انا عايز اساعدك انا عايز اساعدك اهدي كده طيب اهدي طيب هو في راجل بيساعد واحده حسبي الله ونعم الوكيل في الرجاله معلش لا معلش لا لا معلش لا لا معلش خلي عليك لا لا طب انت ليه ما بيحملوش انت كويسه ليه 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 الراجل من دول ما بيحملش معلش معلش ليه انا عايز افهم معلش هو نصيب بقى نصيب 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 هتقضي على حكمه ربنا خلينا بس في الطريق ما نخشش في مواضيع ثانيه ادي كده بس هتبقي كويسه خلينا في الطريق مش قادره طب اهدي طيب طب اهدي مش قادره طب اوعي بقى بلاش طب اهدي الحقني الحقني ايدك طيب ايدك طب اهدي طيب اهدي عشان الطريق هتبقى كويس هتبقى كويس عشان الطريق ايه دي طيب ايه دي ايه يا ما يا ما يا ما اكني هوديك المستشفى هوديك الدكتور هوديك المستشفى ايه ده عشان المستشفى ايه ده طب عشان المستشفى ايه دي دي مجنونه طب ايه دي طب ايه دي طب ايه ده تفهميني ايه تفهميني ايه واقف ايه بس كان يوم ما كتبت طب ايه دي طيب طب ايه ده عشان المستشفى ماشي انا اوصل ان شاء الله انا اوصل ان شاء الله ماشي ماشي انت بتدعي ليش ليه هتبقي كويسه هتقومي بالسلامه وابنك هيبقى زي الفل وانا بقى كلنا كويسين ان شاء الله بس انت اهدي عشان نبقى كويسين يا بطني استغفر الله العظيم مالها ماشي اهدي طب اهدي بقى اهدي اهدي
اعتمك ويا عبتني اقومك بالسلامة. ادعيلي اخر خبيت انت متخلفة ما تهدي طيب بقى. طب اهدي طيب جاتك القرف اهدي شوية اهدي. طب ماشي اهدي تمسكيني اهدي بقى ما تقفنيش بقى عليك تمسكيني وانا بولد ايدك ولا زفت انت جبت اللي ماسكه ايدي وقفاني من الصبح الله حقك. هنوصل مش هنوصل اقسم بالله باللي بيومك الاسود اللي على دماغك ده ماشي ايدي. طب ايه طب ماشي ايدي طيب طب ايه طب ايه ده عشان الطريق ايدي 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 انت المجنون انت المجنون اوعي اوعي طيب الله حقك الله حقك يا اسود. طب ايدي كده طب نزل خلينا ننزل. طب ايه ماشي ايدي طب ماشي طب ايدي اهوديك للدكتور دي تجربه فاشله. ماشي ماشي انا لازم اجي الحمام خلاص انت جاي تصلحي غلطك علينا دلوقتي. طب خلينا طيب نتوكل على الله من اتلف شيئا عليه يصلحه. وانت جاي تصلحوا لي انا مال ام انا خلينا اوصل بقى في مشوار بقى مخطئين اخلاصي بقى انا لازم انهي التجربه دي. تنهي ايه بس استهدي بالله كده استهدي بالله بس كده هي مش علاقه هي عيل وطفل. اهدي طيب اهدي طيب افتح التابلو ايه طب ايه ده هديك المستشفى افتح التابلو ايه مال ام افتح التابلو بقى ادي ام التابلو على دماغي هات العلبه دي هات العلبه اتفضلي العلبه اهي افتحي افتح لك ايه بقى افتحي اتفضل طب اهدي طيب اهي العلبه علبه جوازك دي هتعمل بيها امها ايه الله يحقك يومك اسود امها على دماغك. طب انت طب عايزين نمشي تعملي ايه تعملي ايه يا مجنونه اهدي طيب ايه التخلف ده استغفر الله ايه ده ايه القرف ده ايه ده ايه الهبل ده ايه ده واحد ارتاح ايه ده ده ان شاء الله ايه ده ايه ده اللي على دماغك ده انت عملتيه اوعي بس بتعملي ايه انت ايه اللي مضايقك ايه اللي مضايقني ايه ده حملي ولا حمله حمله بس ايه ده متضايق قوي متضايق اللي انت عملتيه ده خد انفخ لنا العيل ده انفخ لنا ايه على وشك الله يحرقك الله يحرقني ليه بجرب إيه بشوف نفسي هرتاح في الحمل التخلف ده لما اتجوز ابقى مبسوطه ولا لا بشوف ده بقى الهبل ده ان شاء الله من حقي حقك ايه واقف ايه على دماغي من حقي حقك ايه من حقي ايه الهبل ده انت طب نزلين مش هنزلك انا افتحي امي الباب ده فلوس الرحله افتحي رحلتي ايه افتحي امي الباب عشان ما اتجنش عليك واقص عليك العربيه افتحي امي الباب هات الفلوس فلوس ايه فلوس الرحله رحله الله حي رحله ايه رحله كان فيها ترفيه مش عملت لك فقره ما تخليش قايل لي انا بعد لا أنا نزليني لا نزليني نزليني لا افتحي امي الباب ده عشان ما اتكسرش على دماغك ما تقدرش وريني طب طب ماشي يا بنت هحدفك بحاجه في وشي افهمك طب والله هتفهميني ايه فهميني انت الله يحقك ايه التخلف والهبل ده انت هتهزري معايا ولا الهبل ده هفهمك فهميني ايه هفهمك انا هفهمك فهميني ايه ايه ده بقى ان شاء الله فتحت لك الباب اهدى طيب خد تعالى خد تعالى استنى هم جايين هيفهموك فاهمين ايه؟ ايه الهبل بقى ان شاء الله ده؟ هيفهموك اهو 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 ايه ده بقى؟ جم مين دول اللي جم؟ بتهزر معاك؟ انت تعرفيش تهزري معايا؟ كل سنه وانت طيب؟ وانت طيب هنا وقول انك مش زعلان ماشي كل سنه وانت طيب لا زعلان. مش زعلان خلاص مش زعلان مش زعلان منك يا فطومه مش زعلان منك يا فطومه فطومه قوي فطومه قوي خلاص كل سنه وانتوا طيبين ماشي كل سنه نذيع زيو عشان الناس تتبسط بس لا قول خلاص انا موافق انا موافق انا بقولك بزي عشان الناس تتبسط كل سنه طيب مساء الخير استاذه ساره ايوه ساره بالظبط مش كده تمام مظبوط ثانيه واحده ابدا بس الرحله اوكي اتفضلي نورة يا استاذه ساره ميرسي الحمد لله الحمد لله ربنا يقويك بالسلام يا رب بقى احسن انا خلاص تعبت ربنا هتعدي على خير عادي عادي ما بتعديش والنبي ما بتعديش لا اجمدي بقى الله اجمدي خدتي القرار اجمدي وخليكي قدو يعني هتعدي ما تقلقيش والله ما قادره الدنيا نفخاني شفتي النفخه والله شفت النفخه شفتيها ايه انت شكلك خلاص على وش ولاده خلاص انا في التاسع يعني في اي لحظه شهري ده لا ان شاء الله هتعدي والنبي تدعي لي يا استاذه ساره احسن انا بصي جايبه جاز حاضر ما تقلقيش انت بس سيبيها على الله كده وهيديكي ساعه سهله ما تقلقيش والنبي يا رب مش كنت ركبتي معايا بدري شوية كنت اتوحمت عليكي ربنا يخليكي مرسي كنت بتوحم من ساعتين بتوحمي في التاسع ده الوحم في اول الحمل بتوحم في الوقت اللي يحلالي نسيت صاحبة مزاج خلاص قومي بالسلامة وبعدين ايه نشوف الموضوع ده خليكي براحتك دلوقتي بس يا رب والنبي في ايه
طب ممكن تريحيني واسوق انا مكانك؟ هنوصل ايه باللي انت فيه ده؟ حرام عليكي. هنوصل هتخلينا نعمل حادثه. هنوصل. طب انت حاسه بايه؟ حاسه بايه؟ طيب اعراض ولاده يعني ولا في ايه؟ حاسه اني منفوخه. انت جايه تهزري دلوقتي؟ والله ما بهرج. لا بجد والله ما بهرج. حاسه اني منفوخه ومش قادره. مش قادره انا دلوقتي. منفوخه. طيب ركزي في الطريق، خلينا نوصل طالما تعبانه. منفوخه. ماما انت منفوخه عشان حامل وقت ولادي. مش قادره. منفوخه. مش قادره. مش قادره. ما كانش ينفع اتنفخ كده والله. يا انت جايه تندمي وانت رايحه تولدي؟ انا مش ندمانه. هو انت مش مبسوطه بان انت حامل يا حبيبتي؟ وفي ام تقول كده؟ طيب انت مش مستنيه البيبي ده؟ تخيلي كان عايز توأم. مش فاهمه انت في ايه وبتقولي ايه بصراحه. كنت هقدر عليهم بمنظرك ده؟ لا طبعا. بجد؟ حقيقي. لا انا متضايقه، انا زعلانه. انا حقيقي مش قادره افهمك. انت شويه كده وشويه كده. انت ايه يا ماما؟ في ايه؟ لا بقى. طب طيب الحقيقي يا حبيبتي هنعمل حادثه. لا 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 لا. طب سيبيني. لا 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 لا. سيبيني قدامي. سيبيني. لا 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 لا. مش قادره. مش قادره. طب حاسبي. يا لهوي يا لهوي. لهوي عليا انا. يا لهوي عليا انا. لا 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 لا. هو انت مستوعبه انت بتعملي ايه؟ هو ايه؟ لا 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 سيبيني بس. يا ربي اقفي. لا بنتي اسمعي كلامي واقفي. لا يعني شد الفرامل. طيب ونلبس في حالك بس. بطني. طيب ايه؟ طيب اعمل ايه؟ هو ايه اللي يا لهوي بتصوتي؟ انا اعمل ايه؟ لو سمحتي اقفي على جنب. هنوصل هنوصل. لا ما تستفزنيش وتقولي هنوصل. لو سمحتي اقفي على جنب. هنوصل يا حبيبتي. اقفي. لا لا مش هنوصل. لا بقول لك ايه بس. لا الحقيني. لا هو ايه اللي الحقيني؟ يا ماما امسكي الدركسيون يا حبيبتي. يا حبيبتي الحقيني. لا الحقيني. يا لهوي. طب ممكن تقفي؟ هنخبط. شكرا شكرا. يا لهوي على البرود. لحقتيني. شكرا. لا بجد شكرا لحقتيني. ايه هو انت مستوعبه بتعملي ايه في نفسك وفيا؟ حرام عليكي، ده ايه التوصيله الزفت دي؟ ممكن تنزليني لو سمحتي؟ خلاص اقفي على جنب، انا عايزه. لا 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 لا. ايه ولادي بعيد عني. ولادي بعيد عني. لا لا انا لازم انهي الحمل ده. هو ايه اللي تنهي الحمل؟ انت ايه هو الهبل ده؟ انت كده تجربه فاشله بجد. جاي تكتشف تجربه تبرق وانت رايحه تولادي؟ تجربه فاشله دلوقتي. تجربه فاشله وهنيها. طب ممكن تنزليني وانهيها براحتك بعيد عني؟ انا جاي اصلح غلطي. انا هصلح غلطي ده. انا مش قادره. لازم اصلح غلطي. افتحي العربيه. انت هو ايه اللي يلا لو سمحتي انا هنسى. افتحي التابلو ده. عايزه ايه من التابلو؟ في دواء. طيب ماله التابلو اهو. هات العلبه دي. مالها؟ هاتيها بس. فيها ايه؟ في دواء هتاخديه؟ في مسكن؟ في حاجه؟ انت مجنونه؟ ايه ده؟ يا حول الله يا رب على الجنان اللي انا فيه. انت هوبا. انت هوب. ياه وحي. الواحد ارتاح. لا بجد؟ انت كل المرمطه دي على الهبل ده؟ لازم اجرب. تجربي ايه؟ انت مجنونه؟ انت وطرتيني. كنا نعمل حاسه ونخبط مليون خبطه. هو حملي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ حملي ولا حملك؟ انت هبله. انت مستوعبه اللي انت بتعمليه؟ متضايقه؟ طبعا. لا بجد لا مش متضايقه خالص بصراحه. لا ده انا في قمه الهدوء. خلاص يا لهوي على الهدوء اللي انا فيه. خدي فخير عيل ده. بقول لك ايه فهمك. هو ايه اللي تفهميني؟ انت عايزه تجننيني؟ من حقك. انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ من حقي بشوف اصحابي. بلا حقك. بلا زفت. حرام عليك. عايزه اعرف الحمل متعب ولا لا. من حقي هفهمك. افتحي العربيه دي. افهمك. افتحي. ما تقفليش اللوك. افتحي اللوك. هو خلاص خلاص. هو ايه اللي خلاص؟ خلاص افهمك. هو ايه اللي استني؟ افهمك. طيب بقول لك انا مش بنهزر معاكي. بصي بنهزر خلاص. بنهزر. بتهزري ايه بس؟ حرام عليكي. انتوا بتهزروا يا جدعان؟ ايه ده؟ بلاش يعني المليون خبطه اللي كنا هنخبطها والبالونه. فداكي يا ساره. ديش نفسك خالص بقى. حرام عليكي. بصي هنا قولي ان انت قبلتي هزارنا. طب ولو قلت لا؟ لا لا بجد هعيط. قولي انا قبلت هزارك يا فطومه. خلاص قبلت هزارك يا فطومه. انا بحبك قوي يا فطومه. وبحبك قوي. وبحب لا بحبك قوي يا فطومه. حبظلم. حبظلم. لا لا قولي بحبك قوي يا فطومه. بحبك قوي يا فطومه. قوي قوي يا فطومه. خلاص بقى. قوي قوي يا فطومه. كل سنه وانتم طيبين. وكل سنه وانتم طيبين. وموافقه نزيع ان شاء الله. اوكي. لا قولي موافقه نزيع. موافقه نزيع من بقها يعني.
وعلى قشطه. صباح الخير. ثانية واحدة بس. عملت إيه في الشركة؟ صدقني كانوا عندي شوية شغل صغيرين وخلصتهم يعني لسه برضه راح سلمها من المدير على طول. لسه برضه المدير مرخم عليك؟ اه صدقني جدا خالص يعني. حد مش عارف يعمل إيه في الشغلانة دي. حتى أمانة خالص. في حاجة؟ مش قادرة. طب وقفي أنت سايقة إزاي كده؟ عباية الحياة بقى. ما أنتش شايف الحياة عبت إيه؟ ربنا يعينك. يا رب والنبي ادعي لي. طب ما يعني مصاريف غليت. الدنيا مش في احسن حالاتها برضو بيني وبينك. اه والله. بس يعني هنعمل ايه؟ طب ما تشدي بس شويه. اه تاخرنا على الشغل. احنا الدنيا طارت. اه يعني عندي مشوار بس يعني. اه ماشي. ادينا شغل وفيها خصم. خصم؟ يا ريت تشد شويه بس بعد اذنك. ابعد عنا الخصومات يعني. يا رب. يا رب. ابعد عنا الخصومات والله. انما انتوا مالك يا ست انت؟ ايه المصيبة اللي على الصبح دي؟ ايه ازاي نزل ولا مدام في ايه؟ تنزل الزلوك ازاي كده بالطريقة دي؟ كمان بتولدي؟ خلاص خلاص هبقى كويس. هو جوزك ما شافكيش انت ونازلة؟ خلاص يا محمد ما شافنيش. لا وانا نازلة. خلاص بقى. طب الله يبارك لك. يلا بقى خلينا نوصل. نوصل؟ اه احنا متأخرين جامد على فكرة. هو ده كل اللي همك؟ انت كمان ما بتعرفيش تسوقي. اه ايه؟ لا لا ولا حاجة. لا 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 تتكلمش كده عليا. والله انا اصلا ايه مش قادره ارد عليك عشان انا دايخه وحاسه ان في حاجه. انت بيغمى عليكي طيب ولا انت ايه؟ مش قادره. طب ما مش قادره اركني على جنب. انت هتعملي بينا حادثه؟ هوصلك يعني. هوصلك يا ستي. ما توصلينيش. ايه اللي انت فيه ده؟ لا انا هوصلك يعني. تنزلينا وروحي ريحي انت كده. مش هينفع. طيب ولادي ولا مش هينفع. انا مرهقه جدا. طب ايدك ايه ده؟ لا اهدي شويه. اهدي شويه. اركني طيب على جنب. اجبري اجبري اجبري. اركني على جنب. اقفل العربيه. ما عملش حاجه. مش قادر. لا اقفي اقفي. اقفل العربيه. طيب اقفل العربيه. حد ما نشوف حد يولدك. اقفل العربيه. بس بس بالراحه بالراحه. ماشي 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 بالراحه بالراحه بالراحه. اهدي شويه. اهدي شويه. اهدي شويه. اهدي شويه. بلاش مد ايد. اهدي شويه. اهدي شويه. حتى ما فيش اي حد واحده معديه خليها تولدك. اهدي شويه. اهدي شويه. طيب انت حامل ولا انت شاربه حاجه ولا انت ايه؟ مش باين. اه باين. طب انت واقفه في نص الشارع. طيب خلينا نروح بيها اقرب مستشفى. طيب لا تولد في الشارع كده لوحدها. هنروح بيها اقرب مستشفى ولا اقرب زفت على دماغك؟ معلش ما هو جوز اقرا جوز ولا هيخليها تنزل كده بالمنظر ده؟ اقرا جوز. لا لا مش قادره. هتفضحنا يخرب بيتك. طيب ماشي مش قادره والله. ماشي ماشي. لازم نقف جنبها. لا ما ينفعش. معلش معلش معلش. ممكن نوديها اي مستشفى. كلمني جوزي. كلمني جوزي. انا اعرفك يا ست ولا اعرف جوزي؟ لا لا. يا ست انتي. يا ست انتي في الشارع ما تصوتيش بالشكل ده. طيب ماشي. مش مواصلات على فكره. مواصلات. ماشي هات. مش قادره. اوعي. طيب مش قادره. اوعي اوعي يا بنت. اوعي. طب اوعي. طيب يخرب بيتك. اهدي 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 شويه. اهدي شويه. اهدي شويه. كله هيبقى تمام. اهدي شويه. اهدي شويه. اهدي شويه. اهدي شويه. بس دي غلطتك ان انت نزلت وانت حامل. اهدي اهدي. سيبيه. طيب سيبيه. طب وسعي. سيبيه. سيبيه. وسع مننا لله. سيبيه. وسع بقى. خلينا نخلص من اوله. سيبيه. طيب من اوله. يا بنت. تعمل ايه يا بنت؟ تعمل ايه يا عم؟ يا عم سيبها سيبها. مش قد ما. اوعي. طيب سيبيه. طيب سيبيه. 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 ايه يا ماما؟ سيبيه. طب ليه بعيد عننا؟ سيبيه. ايه دي؟ افتح لي التابلو ده. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ افتح التابلو ده. افتح. بقول لك اتلمي بدل ما اديك. افتح. 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 عايزه ايه؟ هات البتاعه دي. وسعي. طيب اوعي ايدي. مش قادر. طب ماشي سيبيها معلش. لا حاضر هوديك المستشفى. لا هوديك. حاضر. قول والله. اه هوديك. قول والله. حاضر هوديك. سيب العلبه دي. هاتي العلبه يلا. استنى. انت مجنونه ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه يا بنتي؟ دي بعد ما سايبت ركابنا في الاخر مش حامل؟ هو حاملي ولا حاملك؟ ياه ما عملت فينا كل ده ليه وانت بتمثلي؟ استنى يا عم انت. الدنيا اختلفت. اه انت شاربه حاجه ولا انت ايه اللي بتعملي ده؟ والله العظيم الدنيا اختلفت. ايه سايبت ركابنا؟ متضايق قوي؟ اه متضايق قوي. افتحي لنا بقى الباب ده. غورينا. طب يلا عايزين ننزل احنا. طيب متأخرين على شغلنا. خد انفخ لنا العيل ده. ايه ده؟
افتحي الباب خلينا نغور. مش هفتح بابي انا. بنت صح؟ ايه من حقي. طب افتحي بقى الباب يلا. افتحي الباب خلينا ننزل. شكلك مبرشمه ولا مجنونه؟ انت بتعملي ايه ده؟ افتحي الباب، افتحي الباب خلينا نمشي. بس انت الساعه 4 الصبح دي. تمام من حقي اجرب، عايز اشوف نفسي وانا حامل. طيب انت مجنونه، دي شكلها مجنونه فعلا. من حقي. ترميش بالكم علينا بقى. يلا طيب. انا من حقي اجرب. يلا. لا 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 مش هعمل. يا بنت افتحي الباب. افتحي الباب عشان ما تكسرش العربيه دي على دماغك. مش بالقلم على وشك. طب افتحي بس. يلا افتحي الباب. طب افتحي الباب. افتحي الباب. افتحي الباب يلا. هفهمك. احنا بنهزر. هفهمك. استنى بس. خد خد. هقولك. هفهمك هفهمك والله. هفهمك هفهمك. قرب 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 قرب. كاميرا كاميرا اهي كاميرا اهي كاميرا اهي كاميرا اهي اهي. احنا بنهزر. بنهزر. يا جماعة ما ده مش هزار. يعني ما حد بيعمل اللي بتعملوه ده. بعد كل اللي عملتوه فينا ده. معلش. معلش. بهدلتيني وبهدلت الدنيا. انت بديت ايدك عليا يا عم. انت بديت ايدك عليا. انت بديت ايدك. انا كنت فاكرك عامل بجد. معلش. حقك عليا. كل سنة وانتوا طيبين. احنا اسفين مرة تانية كنا بنهزر. هنبص هنا نقول كل سنة وانتوا طيبين. بس انتوا طيبين يا جماعة و معلش بقى شتايم بقى خلاص. ما طلعت عين ابونا. مؤدب قوي مؤدب موت. يلا هنزيع. مش عارف اقول لك ايه على البهدلة. ماشي هنزيع. هجيب لك بلوفر على حسابي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هاي هاي. استر يا رب. عارفه امتى مظبوطه. طول عمرنا كده الواحد لما بيطلب عربيه بتجيله توصيله وخلصنا حاجه كده واحده. انما نجمع بين وظيفتين دي حاجه شويه صعبه وشويه فيها غرابه يعني. ففي بقاله متنقله جوه العربيه. مش عارف هتشوف بقى ايه ردود افعال. نتمنى ونأمل ان تكون الحلقة لطيفة. نأمل ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه والله. رجلك بس والنبي والبضاعه على فلوس ناس. حاضر استاذ. نبدا بس. بسم الله. حضرتك انا عايز اروح الحي المتميز. اما انا جايبه اللوكيشن جايبه. بس هنلفلك بس شويه كده. ايه نستقضى شويه. ايه طلبات الله يكرمك. لا لا شامبو بالله عليك عشان بقى يومين مقبر شكوك. ها شكوك؟ شكوك كيس واحد بس. شكوك بال كيس واحد يا حلت امك. لا ادي كيسين. طيب ايدك يا ولا بدل ما تعهالي. هات هات الفلوس. عايزين نروح شغلنا. انا مش هكلك امبارح. خد التليفون ده يا ابني. انت عايز نروح شغلنا يا مدام. خد بس يا ولد. روح الفلوس يا ولا بكره جيبها. ولا لا اله الا الله. انت حضرتك انت شغاله ولا شغاله ترازين؟ طالع لامه نتن كل يوم يشكك يشكك يشكك. هو انا راكب كشك؟ قال كشك ايه يا عناي؟ انت ما سمعتش عني؟ انا اول عربيه متنقله في البلد. ما باين عليك. صباح الفل يا ام رجب. صباح الجمال. استاذنك ربع رومي وعلبه جبنه الله يكرمك بيضه. طب واللي عليك بقى يا استا عاطف؟ انت بقالك كتير بتشكك بقالك كتير وده مش حلو. معلش يا ام رجب استحمليني بالكتير. اهو بكره والراجل شاهد عليا اهو. بكره ان شاء الله هجيبك. وانا اجيبه منين يركب معايا بكره؟ وانا اعرفك منين عشان اشهد عليك يا بابا. يا عم انت تشهد دلوقتي. انت شاهد. خلاص خلاص لاجل مراتك. ماشي. والنبي بس يا غالي ناولني الجبنه دي. ايه وانا وانا قاعد في سوبر ماركت. انا عشان الولا حمو مش معايا والطبق اللي تحتي. طبق طبق روم الله. ايوه خد. ماشي يا ام رجب سجارتين فارطه. الله يسلمك. ايه الاصطباح اللي اعلمها ربنا دي؟ النبي الله يبارك لك. استسمحك في سجاره. سجاره؟ انت كمان عايزه مني سجاره؟ يعني انت توديني مشوار عايزه مني سجاره؟ لا اخصم تمام. اخصم تمام. ما عدتش عليه حاجه غريبه والله. معلش معلش يا مصر دي من اصول. من اصول ايه بس؟ امال لو كانت اجنبي. تسلم يا غالي. كده سجاره. حركات دي ماشي يا مراد. نهارك نهارك زي الفل. الاصطباح اللي علمها ربنا دي. ده انا اصطباحتي بشرى تتبشر بيها. بشرى ولا هند صبري؟ يا اختي ده انت ابن نكته وافيه. حلو ده. لا اله الا الله. ام رجب
عايز ايه يا سيدي؟ صباحك تامينة مراجعة. يا ابو عمو انت؟ يا عم عايز ساعتين بفرع مراجعة. يا ابو عمو انا مش يا عم ايدك يا عم في ايه؟ استناني بقى. روح يا عم. فين؟ اهي. هات مراجعة معلش. اتنين بس. هات لينا وعليك 2 جنيه من امبارح. خلصانة مراجعة بديهم لي. ماشي طبعا عليك. بكرة ما فيش لو ما جبتش الفلوس. يا ابويا خلصين عايزين نروح شغلنا. وانا عطلتك يا ابو عمو. يا ابو عمو يا ابو خير. ده قرفه بيضة اللي شفتك فيها النهارده. اه في احلى من كده. بتبيعي بافره ولا تبيعي جبنه ولا تبيعي؟ يا سيدي بجري على اكل عيشي والله بجيب ال 160 وممدحها. اكل عيشك ده كتر خير اللي واخدك. كتر خير جوزك نفسه. عقبال ما ربنا ياخدك. مساء الخير يا ام رجب. عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ عايز اقول لك مساء الخير يا حاج. مساء النور. انت بتركبي بني ادمين دلوقتي اول مره اعرف الموضوع ده. ايه يا ابو عمو اللي تقوله ده؟ شغلانه سوبر ماركت متحرك. انت ما تعرفش الموضوع ده؟ عايز اقول لك ال 2 كيلو لحمه يجننوا بجد زبده والله. بجد العيال بتقول لي ام رجب وبس. رخره مغيره الصنف والله. لا لا بس انا ما لقيتش لحمه النهارده. عايزك فراخ. انت اصبحك والنبي لو هتعدي على مدام صافي تاخد دول في ايدك. عينيا لو مش هيضايق. لا يا حبيبتي عينيا والنبي الله يخليك. كنت عايز نص بانيه. نص بانيه؟ نص بانيه. طب ينفع ينزلك صحي؟ ما انت تستاهل تاخد بانيه. بقك حلو. صحي اوكي. طب والريش؟ طب والريش؟ ما تقولش مفيش بقى. يا ستي ايه ده؟ اديني الريش اديني الريش. ما تقولش مفيش. ايه ده يا رب ده؟ حبيبي يا ساتر يا رب يا اخي روح يا اخي. ربنا يخليك لينا يا ستي. شكرا يا قمر. شكرا يا قمر. تسلم يا غالي. منك لله يا شيخه. مني لله يا اخي. منك للي كلت دراع جوزها بدل ما تحمد ربنا ان انا هخصم لك من الاجره. ربنا يكرمه وياكلك دوزك يا اخي. ايه ده بتعمل ايه؟ ايه اللي تعمل ايه؟ وقعتك سودة. انا ركبت معاك النهارده. بس بنهزر. مش كنت قلت انك كنت بتهزري؟ طب انا ده مين هيعتذر عنه دلوقتي؟ انت فاتح سوبر ماركت تقولي تهزر؟ ما افتح سوبر ماركت بفتح دماغك دلوقتي باللي انت عملته فيا ده. بص هنا يا عمو يا ابو عمو والله احنا بنهزر معاك وده مقلب في رمضان ان شاء الله. بص هنا بس كده واكل سلام طيب لحد ما تشوف مين هينضف البيت ده. حد ياخد لي حقي بقى الست بيضات زي اللي وافقعهم فيا دول. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن؟ طنط؟ طنط اللي طنط. طنط؟ انا طنطك انت؟ اه. ده انت اكبر مني يجي ب 20 لوح. والله ايه اللوح ده؟ انت شغاله ايه؟ انت شغاله ايه؟ محسوبتك ام رجب. لو انت هنا من المنطقه لازم تكوني سمعتي عني. لا بس الصراحه اول مره اسمع عنك. ازاي ما وصلتلكيش ولا اوردر؟ لا لا لا. ولا بعتلك حد؟ لا 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 لا. يقطعني. يا ولا حمد. بس انشان بقى عشان بقى كتير ما استعملتش. خد يا ولد. عليك جنيه من امبارح يا ولد. طيب. مفيش بقى انت عليك جنيه من امبارح. عليك جنيه من امبارح. شوف لما تديهولي. هقول لامك. انا هقول لامك لو ما جبتش الجنيه. مفيش جنيه. ايه ده بنروح ايه ده؟ احنا فين هنا؟ الجنيه اللي عليك انا مقيداها وانا في الكشكول. ايه ده؟ انت شغاله ايه؟ عامله بقلم متنقله كده على الضيق بعد المرحوم الله يرحمه متوكل كان طول عمره نفسه يفتح بقاله. جاي يتحقق له حلمه بعد ما طلع عند ربنا فوق. ده سرسال البقاله فيهم ابا عن جد. يا نهار ابيض. بقال ابن بقاله ابن بقاله. طب ما فتحت السوبر ماركت احسن ليه؟ ما انت فاتحه اهو. ما انا هشرح. في عربيه. هقول لك حكايه السوبر ماركت. صباح الخير يا مراجعه. سجل مالي يا عيني. استاذنك عايز علبه جبنه بيضة وعايز ربع رومي. انت مجانين. يا نهار ابيض. يا صاحبي انا مقيده كده عليك كتير. راعي بقى الدنيا شويه. ايه يا ست انت؟ ايه بكره هحاسبك ان شاء الله. راعيها شويه. مراجب مراجب ايه؟ انت بتتكلمي ازاي؟ البقاله اللي انت بتعمليه ده؟ ما انا بشرح لك الله. يا نهار ابيض. البقاله المتنقله دي بتكسب اكتر بكتير. ليه بقى؟ بجري فيها على ال 160 كده مرتاح. يا سلام. بجيب فلوس اكتر. طب بتجيلي فلوس اكتر. طب ما تقعدي اعملي لي الكشك ولا اقعد على الرصيف. كشك ايه؟ وادفع ايجار وكهرباء وفرده وحي وقطار. طب ما تضايقي الناس يا ماما. تضايق الناس؟ ناس ايه اللي اضايقهم؟ انا اتكلمت.
انت اتكلمت يا نهار اسود عليكم. ايه يا ولد؟ فين بفرح ولادة؟ بفرح لما اشوفك حلاوتك يا ملاكة. خرمان الولد خرمان. ثانية هبلة اخد ولادتي. خرمان الولد. طيب اخد ولادتي في ولا 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 عليك ساعة وتس ايه؟ معلش. في ايه؟ خرمان ايه ولا ايه علشان انت؟ انت مودياني فين؟ والله خرمان مش في واعي. خرمان من اي نهار اسود انت ولا نزليني يا ولية. قلت مع الوش نزليني يا ولية. لعلمك 40 يوم نزليني يا ولية انا قصفة. انت قلت الادب انت ست مش محترمة. انا عشان ابويا والله ربك ايه؟ كده ربك ولا ركب ولا ركب مين يا اختي؟ ربايته كده شقيانة عليها ما هرد. انت عايزة تفهميني بطريقتك دي انت مربية عيال؟ استني بقى انت مربية عيال؟ خير ازيك يا مراقب عاملة ايه؟ انت طلعت المدام صفي امبارح ولا لا؟ لا كلمتني اشتكيت لي. لا والله العظيم ابدا. انت ليه؟ نزليني يا ست انت البتاعة دي رخمة. نزليني بقول لك عندك ابن. انتوا شكلكم نصابين على النصابة. نصابة؟ والله العظيم انت ولا انت نصابة؟ مراقب ده انت زي والله العظيم نصابة. انت عايزة تسرقي مني الحاجة. اسرق منك لا دي مش طريقة. اسرق منك انت تعرفي تجيبي اللي انا بجيبه في نص اليوم يا ستنيل. انت ما عايزين الشارع وين؟ انت الاهل يا سيد. ايه يا سيد؟ الست دي انت اكبر سوبر ماركت متحرك. سوبر ماركت ايه الدخان؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ بجد؟ اللي احنا فيه ده؟ عايز ايه تاني؟ عايز بقى نص بنيه والنبي. بس بقول لك ايه؟ مش عايز ريش ريش يا اخويا؟ لا مش عايز ده في ده. يا حبيبي لا اديني الريش ما تقولش ما فيش. اديني الريش. ايوه يا ناس يا مجانين انتوا. اديني الريش. اي حاجه تعالي هنا تعالي هنا اديني الريش تعالي هنا يا ولادي زي ما ورودي راسك ورودي راسك افتح افتح في يا زلمه ما بقولك افتح الباب اديني الريش بس طب افتح الباب افتح الباب انا مش خايفه من حاجه يا اخويا يلا يا مجنون يا ولاد المجانين يلا يا مجنون في مصر هو يا ست بنهزر والله بنهزر يا ماما بنهزر بنهزر معاكي والله بنهزر معاكي ده مقلب مقلب ايوه مقلب في حد في الدنيا وانا بقول ايه في حد المجانين كده ايه الناس كلها يا روح قد ايه ده كلام ده كلام ده كلام ده كلام يا قلبي ده كلام ده كلام تخلينا قل ادبي كده ده كلام هو انت ست عسل والله عسل اسود ومنايه كل سنه وانت طيبه عسل اسود ومنايه رمضان كريم عليك وعلينا يا رب كل سنه وانت طيبه رمضان كريم عليك وعلينا بصي قولي انك مش زعلانه مني لا زعلانه لا 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 زعلانه وانت مش سرقعك على ازعل ازعل ما عرفتش ما تنططيش عشان رجلي بس ما عرفتش انط وراك في ناس تانية كتير ضربتني ما قلتيش ما فيش ليه؟ ما قلتيش ما فيش ليه؟ ايه ده؟ اقول لها يا طنط تقول لي انت طيبه يا حبيبتي انت طيبه يا قولي هنا كل سنه وانتم طيبين؟ كل سنه وانتم طيبين موافقه ان احنا نذيع ولا زعلانه؟ يا اخويا زيع زيع يا اخويا زيع ان شاء الله خلاص يا اخد انت هنا وانا هقعد هنا. انا بقول لك مستر محمود خدنا غياب اول امبارح بنقول صباح الخير مساء الخير اي حاجه ايه ده هو سوبر ماركت ده ولا ايه بقاله متنقله بقاله هو احنا راكبين غلط ولا حاجه لا هو مش انت طالباني وانا جيت لك عادي يا ممكن اتاخرت قصرت مثلا جايبه الحاجات دي اولاد او حاجه عادي. لا 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 يا حبيبتي بسترز انا حاسه انه جاي هيجي زبونه دلوقتي ماشي استرزاي ايه يعني احنا ايه ولد خدت ام رجا ايه عايز كشن شامبو عشان بقالي كتير ما استحمتش خد يا ولد يا حاجه يا حاجه مش بقى ايه يا حاجه ده من امبارح يا ولد هو احنا هو ايه ده؟ عليك جنيه من امبارح قول لامك لو ما بعتتش معاك الجنيه بكره هزعلها يا ماما يا حاجه مش هشكك لك تاني يا ماما يلا انا عندي شغل يا ماما بقول لك ايه يا ماما لا ماما في البيت هو في ايه؟ حاسب هو في انت حضرتك عليك جنيه يالا انت يا ست انت انت يا ست اسمي مراقب يا حبيبي يا ام زفت ام زفت ام منيله كمان اقف يا ست نزلينا لا 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 ايه يا ست اللي انت عاملاه ده إيه بقول لك ايه بقول لك ايه مش عايز اغلط فيك خلاص خلاص عشان هي طب اقف يلا هي برضو ست يعني احنا نحاول نفهم الموضوع مساء الخير يا ام رجب سجم ايه استاذنك عايز ربع رومي وعايز ربع كلامات افتحي لي والنبي التابلو ده يا اختي تابلو ايه ده كلامات ايه وزفت ايه انت يا ماما ادي الرومي ايوه
ايوه ايه اللي بيحصل ده؟ احنا هنوصل السنه الجايه بقى. بقول لك ايه؟ لا خد لو سمحتي ممكن انزل لو سمحتي لو سمحتي. ماشي يا مراد. يا حبيبتي نزليني يا حبيبتي نزليني. انا بقول لك نزليني اطلع الزوجه ده يا حبيبتي سناني. طب افتحي يلا الزفت ده. ثانيه ابلعوا لسانكو. هشكلك النهارده واحنا كده هكتبه لك بس ما تاخرش الفلوس. لا لا ما اقدرش. اه 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 انزلي يا بنتي انزلي. افرق يا بنت. هو ايه ده اللي بيحصل؟ واد مين؟ بقول لك ايه؟ هو انت جاي بقول لك ايه؟ فين ده الدنيا دي؟ افرق وقف بعد اسمك نزلينا. قلت لك وقف. انت خطفانه ولا ايه؟ طب نزلينا. طيب طب مش نتخيل. وايه ده اللي احنا فيه ده؟ قلت لك وقف. قلت لك وقف. انت مجنونه انت ولا انت ايه؟ مش طبيعيه. قلت لك وقفي. انت مش طبيعيه. انا قلت لك وقفي. يا ام راكا عايز ورقتين بفره. بفره؟ استنى يا ولد. يلا مراجعة. انت بتبيع ايه؟ حبيبتي نزليها ورقة. مراجعة مراجعة بخرمان. نزلينا خرمانة مراجعة في ورقة نزلينا. وايه اللي احنا فيه ده؟ استاذة استنى مش عايز امد ايديا عليك. مش عايز امد ايديا عليك. ما تهدي بقى. لا اله الا الله. هو احنا راكبين ايه؟ وانت ما اعرفش انا طالب والله. ايه هو ده شكل خير يا ام رجب؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه، عايز اقول لك على حاجه. اللحمه بتاعت امبارح كانت تحفه تحفه تحفه. ليش عندك بقى كده يا حبيبتي؟ احنا متاخرين يا ماما. ثواني يا استاذ. ثواني يا استاذ. لا اله الا الله. لحمه ايه يا استاذ؟ لحمه اشتري ايه؟ لحمه ايه؟ لو سمحتي افتح لنا الباب بعد اذنك. خلاص حاضر. نص ثانيه افتح لنا الباب. اه بس بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه ده؟ يا عمي يا عمي الحمد لله يا عمي بيهزر. يا عمي واحد لا واحد لا بس روح بنصور يا عمي. يا عم اديله الريش. يا عم اديله الريش. ما تقلش ما فيش حد زعلان؟ زعلان؟ طب كل سنه وانتم طيبين. بصوا هنا 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 قولوا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وهنذيع. كل سنه وانتم طيبين. بوسوا بوسوا بوسوا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. حد يرجع الفراخ دي في الكرتون.